السلام عليكم متابعينا الاعزاء ومرحبا بكم مرة اخرى. اليوم حبيت اعلن بدء التسجيل في دورة الدراسة والسكن خارج البلد. هذه الدورة راح تكون اونلاين عبر برنامج الزوم، 5 محاضرات، كل محاضرة 40 دقيقة، وتتضمن هذه الدورة 3 محاور اساسية. المحور الاول راح نتكلم به عن الدراسة خارج البلد، المحور الثاني راح نتكلم به عن السكن خارج البلد والظروف المعيشية ولا آخره، أما المحور الثالث والأخير راح يكون هو حوار مفتوح بيني وبينكم. طبعا للمزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك مركز العامر التعليمي عبر الانترنت. إذا حاب تعرف تفاصيل أكثر، الدورة راح تكون مقابل مبلغ مادي بسيط إن شاء الله. زين، لو نجي نتكلم بشيء من التفصيل عن هذه المحاور. المحور الأول راح نتكلم به عن المنح الدراسية والدراسة عن النفقة الخاصة، بالإضافة إلى تعلم بعض المهارات المهمة والمفيدة في هذا المجال، وأهمها هي كيفية كتابة خطاب الحافز وكيفية كتابة CV، وأيضا راح نتعلم كيفية كتابة الإيميلات أو المراسلات الرسمية ومخاطبة الجهات المعنية، يعني الجهات المانحة أو الجامعة اللي راح تدرس بها. ننتقل للمحور الثاني، وهو راح يكون نتعلم أساليب وطرق مفيدة لجمع المعلومات عن البلد اللي راح ندرس به أو نسكن به، وأيضا عن المدينة اللي راح ندرس بها وبالتالي الجامعة المعنية. هذه الطرق راح تجنبك أخطاء وقع بيها الكثير من الشباب اللي طلعوا برا يدرسون وتندموا، وبالتالي أنه اختاروا الخيار، كانت عندهم خيارات أفضل وما اختاروها لسبب أنه ما عندهم المعلومات الكافية. المحور الأخير راح يكون هو حوار مفتوح بينه وبينكم. مثل ما قلت لكم، الدورة راح تكون عبر برنامج الزوم، وبالتالي نقدر شوفني وأشوفك مباشرة ونتكلم بكل سهولة. طبعا لا تنسون إذا تحبون تتواصلون وياي من خلال صفحتنا على الفيسبوك مركز العامر التعليمي عبر الإنترنت، ونشوفكم إن شاء الله في الدورة. في أمان الله، باي باي.